صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليلة جمعة زيارة الحسين، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليست تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. له تربة فيها الشفاء، الله تعالى أعطى للحسين ثلاثة أشياء. له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي، إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، إلى أن قال: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر، أنا الوالد يحسين يا ابني يا من رأيت ذباح ذبحني. إن شاء الله الزهرة حاضرة بهاي المجالس. أنا الوالد والقلب لهفان أدور عزبني وين ما شاء، ونوحا على ابن المات عطشان لعبت عليه الخيل ميدان، وانا اليواسين بدمعته على ابن اللي ذحز ورقبته، وظلت ثلاثة ايام جثته اويلاح يا ابن ما حضرته، ياي ولا غسلت جثته، ياي ودفنت. اول ليله بالتعزيه نخاطب امير المؤمنين نقل له: ماجور يا ابو حسين ماجور، نايم وصدر حسين مكسور، رد التفيت والعقل مذعور. وين يلتفت يا زينب؟ نادي يا زهرة يم البدور، قبرش خفي من دون القبور، يم اجيب قطن لابنيش وكافو. قبل كم يوم دفنت الحسين بأبي يوم اندفن الحسين، اسمع بالله، سمعت زينب وصاحت: أنشدك يا علي نشدك، يا عم عادة الميت يصير على الترب خده، شلون دفنت أبوك حسين وهو راس ما عده، يقلها بدال خد حسين صار على الترب نحره. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول. سلام الله عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين. أول جملة: من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. هذا المعنى مذكور في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، نعمة اثنين عشرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. أكو نعم نشوفها، أكو نعم ما ندري بيها. الله شي يدفع بلاء، الله شي يدفع مكروه، هذا ما ندري بيها. شنو أكو آية: هو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أكو نعم باطنة ما ندري بيها. وأعظم النعم علينا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. بالرواية هي النعمة الكبرى. مو الصاحب ابن عباد، هذا وزير شيعي أيام الدولة العباسية، عالم كبير، يقول: مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يحصرها قولي ولا عملي، لكن أفضلها عندي وأحسنها ولايتي لأمير المؤمنين علي. فمن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. هذا المعنى الأول. ثم قال الإمام: ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. ولذلك ورد بالحديث: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا اللي ما إلى خلق يدعو أو ما يدعو، هذا أعجز الناس. يا أخي ادعو، دائما ادعو. أكو رواية ثانية تقول: دائما ندعي بالسيارة، ادعي عندك شغلته وتمشي بالتعزية، لأن لا تعلم متى يستجاب لك، شو وقت توصل الدعوة ما تدري، فأنت دائما ادعو في أي وقت، وسمي حاجتك، سميها، تريد فلان شيء، لا سمح الله عندك مريض، تريد وليد، تريد حوش، سيارة، أي حاجة سميها، اذكرها باسمها. هاي اثنين. ثلاثة: من تدعو، هذا العفو، أنا أتعلم من عندكم، بس هيك سامع من العلماء، يقول: من تدعو ادعو بلا وجع قلب، يعني تريد بيه تقول له: إلهي اريد بيه تشبير، سيارة قل له: سيارة زينة، لأن قاعد تطلب من الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. شوف سليمان، النبي سليمان ايش طلب من الله؟ قال له: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الطين ملك ما حد واصل له. شوف الدعاء أقصى شيء. اللهم الطاهر جعله ملك الدنيا، ملك الدنيا. يقولون اللي حكموا الأرض أربعة: اثنين بالإيمان واثنين بالكفر. المؤمنين سليمان ابن داود والإسكندر ذو القرنين، ذول المؤمنين، والنمرود وبخت نصر، ذول كفار. ذول أربعة حكموا الدنيا شرقا وغربا وسهلا وجبلا. فديوم الشيء بالشيء يذكر. صلوا على محمد وعلى محمد. سليمان متعدي على بساط الريح، الريح الله سخرها، الجن الإنس كلها بخدمته، متعدي هو والمملكة. أكو واحد قال: لقد أصبح ملك ابن داود عظيما،
والله ملك صار. سليمان سمع نزل، قال له ركعتين في صحيفة المؤمن خير من ملك ابن داود. قال له ركعتين الله إذا قبلها، لأن هذا يروح وذن الركعتين يبقى. شوفوا أخواني العفو وأساتذتي آبائي، يقولون بالرواية، شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا تقبل الله ركعتين من عبده استحى أن يعذبه يوم القيامة. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، ركعتين إذا قبلهم بعد يستحي يعذب للعبد. اللهم إن شاء الله صلاتنا كلها مقبولة والمجالس مقبولة والزيارة إن شاء الله. إحنا غير حسين ما عندنا وسيلة، إن شاء الله بجاه الحسين كلها مقبولة. ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من الأشياء اللي تسرع إجابة الدعاء ويا الدعاء، تمزج الدعاء، تخلي ويا بالبداية وبالأخير تصلي على محمد وآل محمد. أشياء تسرع استجابة الدعاء، وقت الدعاء، الفجر، من طلوع الفجر طلوع الشمس ساعة مباركة، باشر يوم الجمعة آخر ساعة بالستة العصر، ستة وربع قبل المغرب بساعة، آخر ساعة دعاء سمات يستحب يستجاب الدعاء. مثلا عند الحسين، واحد عند حاجة يروح للحسين للعباس أمير المؤمنين، هاي أماكن يستجاب الدعاء. احنا ذكرنا بالبداية قصيدة ابن العرندس الحلي، هاي القصيدة ما قرأت في مجلس إلا حضره الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول وفيه رسول الله، يعني في الحسين، قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان ولا عشر. ثم يقول أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. الحسين إلى حق بالفرات، أولا الحق العام، حسين بشر، كل البشر لهم حق في الماء، حسين بشر. الحق الثاني حق المجازات، تدري كم مرة الحسين سقى أهل الكوفة الماء؟ ثلاث مرات، مرة صلى صلاة الاستسقاء، مرة بحرب صفين، مرة سقى الحر وأصحاب الحر. الحق الثالث للحسين هذا حق الوراثة. بالطريق الحسين جاي إلى كربلاء، إجا ليه الحر وأصحابه كلهم اطاهم ماي الحسين، كانوا عطاشة، وهاي صحراء العراق البادية، بإمكان الحسين يعوفهم ويموتون، لكن هاي مو أخلاق الحسين عليه السلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله. كلهم اطاهم ماي، آخر واحد اسمه علي ابن الطعان المحاربي لعنة الله عليه، الحسين اطا ماي بإيده شربه. هذا الرجل شنو جاز الحسين؟ يقولون اجى هذا علي ابن الطعان، شاف الحسين طريحا على رمضاء كربلاء، يصيح قوم وحق جدي اني لعطشان، يا قوم لقد تفتت كبدي من الظما، هذا اللعين ترس شليل احجار، واجى ضرب وجه الحسين عليه السلام. يا ناس درب المشرع منين،
بعيني لجيب الماء نحسيا عطشان اخي يا مسلم. هنيئا لكم من مجلس الى مجلس، ايش كبرها عند الله، واحد يجي يقعد المجلس الحسين، تعظيم شعائر الله. احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا. اقرا لك هاي الروايه ان شاء الله نحصل دمع. اهل البيت ايش وقت شربوا ماي؟ يوم العاشر العصر، عصر عاشوراء، تعدى شبث ابن ربعي، انا لله وانا اليه راجعون، شاف اطفال اثنين من اطفال الحسين من العطش حافرينك القاع، مطلعين الرمل الاحمر، مخلين صدورهم التراب، واعتنق ومات من شده العطش. اجى لابن سعد قال له يا ابن سعد انت ايش بنائك؟ كل اهل البيت يموتون عطش؟ الحسين اقتلت عطشان. قال له لا، ودوا لهم ماي، الحسين قتل خلاص اخذوا ماي. خلي بالك يمي، جابوا الماي حطوه قدام الخيام، منك خيام احترقت. صاحوا يا بنات رسول الله، هذا الماء جئنا به اليكم. اول ما اجوا الاطفال يركضون، هذا اللي يحط خده على القربه، هذا اللي يحط لسانه على القربه. ما ابكت الجميع الا طفله وضعت كبدها على القربه، صاحت لهفي عليك ابا عبد الله، هذا الماء تشربه الكلاب والخنازير، وقد قتلوك عطشانا. ثم جعلت تضرب صدرها وتبكي، ما شربت. الاطفال شافوها قاموا يبكون وما يشربون ماء. اجن النسوان لزينب، زينب معوده تعايد تشرب ماء اول، فاذا راوك الاطفال شربوا، اجت زينب صاحت انا اشرب، انا اشرب لذيذ الماء حاشه، انا اشرب لذيذ الماء حاشه، واهلي قضوا كلهم عطاشه، وحسين الرمل امسى فراشه. قسم من النساء شربا ماي من القرب، وقسم راحا للشط الى نهر العلقمي، من جملتهن الرباب ام الرضيع. كلكم عندكم عوائل، الرباب بس شربت الماء در صدرها بالحليب. اجت لابن عبد الله تقل له درني يا عبد الله فدايا، وانا ظني اتصد للمهد والقاك، وتذكرت من حرب الاشوافك. حصل لك دمعه والرضيع باب الحوائج، يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا الكنت بالظلمه تلالي، بس هاي ما شانت ببالي، اهز بالمهد والمهد يا يدخالي، يا جمال لبني يرد ودعه، وانا اردش من احرى وارضعه، من قلبي شاضج رشي طلع، يا ابن بجاه ابوك بجاه جدك، يا ابن ما تفك لباب لحدك، خلينا حط خدي على خدك، اخاف ان تنام الليل وحدك. الليلة جمعة قلبك بكربلة يم الحسين، أرد نشدش كربلة احكي للصحيح، وين وقفت زينب وقامت تصيح، يا حسين بياك ترطايح جريح، وهاي خيل عداك جتنا صفوفة، أرد نشدج هم صدق بالشام عيد،
حطة وبطشت الباب راس الشهيد من نشد زينب بديوانة يزيد قاعدة لو واجفة مخلينا الله يساعدها فرد ضحوي فقدت ناسي وهلي شني لابت فاطمة ولابت علي أيوة والله اليوم قعب شدة يصيح يا علي دارت وجه أبويا علي اللي الهوت وأنا غريبة ومالي أحد خلصة وهلي الله ولحد أنا منين أجيب المرتضى منين عن كربل أبويا غبت وين أبويا فزعة وفرد فزعة يا على يا حزين هاي الأبيات نقراها ليلة الدعش صاحت جلي الومسى لغروب مدري أخي وقاع يا صوب زينب ايش قالوا لك يقولون وسط القلب ما صيوم يقولون حالي فت للقلوب هذا البيت ان شاء الله تبكي يقولون ظل عاري بلا ثوب رحم الله من نادى وحسينا سيدتي زينب شلون توصفين الحسين لابن امي جيت بقلب هايم وعلى وجهه لقيت حسين نايم تدنيت وتولون شتايم بكيت وصحت يا تاج العمايم يقولون زينب شافت واحد سالب عمامة الحسين صاحت يا سلام تاج حسين قل لي وين لباس يقل هالتاج شلك بذاك على الرموح راسه لما انشافت صفقت بديها شق الثوب هوالي عليها باشر 19 محرم يطلعون من الكوفة أنا مشيت بدروب كثيرة وديرة قامت تبشر بديرة اخت عباس جابوها سيرة أبا الفضل أنت الباب للسرد يا الله إن شاء الله التعزية تلف الليالي هاي الليلة وباشر وعقبة إن شاء الله ساعة بالتسعة اللهم صل على محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج في عافية أعتق رقابنا من النار جماعتنا الحاضرين السادة المشايخ الأخوة الكرام اللهم اجعل أجرنا على الزهراء فاطمة اللهم هذا الجمع المؤمن المجتمع على حب الحسين لا تفرقه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وحوائج مقضية المؤسس لهذا المجلس عمنا الحجي أبو صادق اللهم ألبسه ثوب العافية والصحة احفظه واحفظ أولاده وعياله وأسرته وإخوته احفظهم جميعا بعينك التي لا تنام اجعل دارهم عامرة بذكر أهل البيت إلى روح المرحوم المغرور والده خادم أهل البيت حجي عبد الزهر النجم وإلى أموات البو النجم جميعا وشيعة أمير المؤمنين والعلماء والشهداء وخدام الحسين وإلى باب الحوائج أم البنين الفاتحة مع الصلوات.